الجار المكروهة نرجو من أهل الخير أن يساعدوها وأن يروا إلى حالتها وكيش لجهة ويشخص إليها، وأن نرجو أن أهل الخير أن يلموا لها. ما راكم شفتوا السفنة خرابة مهددة بالسقوط، نرجو منكم أن تلموا لها المبلغ في أقرب وقت. السلام عليكم. أنا مواطنة كفيفة بنسبة 100%. عندي مشكلة تاع التورث فيما يخص السكنة اللي راني عايشة فيها. عندي مشكل مع عمتي، طالبة مني مبلغ من المال قدره 50 مليون، وهذا المبلغ ما قدرتش باش نجمعه لها، وطالبة من ذوي البر والإحسان أنهم يساعدوني أنهم يجمعوا لي هذا المبلغ، لأني مانيش قادرة نبيع السكن هذا، وما عنديش وين نروح. معيشتي ملي توفى الشيخ الله يرحمه، راني دركا تقريبا 3 سنين عايشة وحدي، ما عندي حتى واحد يجيني، ما عندي حتى مدخول ما عدا منحة المكفوفين اللي راني عايشة منها، والناشد المحسنين انهم يعاونوني في جمع هذا المبلغ، والناشد ولي الولاية انه يشوف حالتي ويرأف بالوضعية تاعي، لاني ما عنديش وين نروح غير السكن هذا، ماني طالبة حتى شيء، اني نبقى مستورة في السكنة هذه وخلاص. الفيديو